مرحبا شيء أصدقائكم فيديو جديد. اليوم يا أصدقائي نفس ما قرأت في العنوان، اليوم يا أصدقائي باختصار شديد اليوم راح أعلمكم يا هي أكثر الألعاب اللي ممكن تساعدنا حتى نزود نقاط فريقنا يا أصدقائي. طيب يا أصدقائي، هاي الألعاب كلش مهمة حتى لما نلعبها راح نزود نقاط فريقنا إحنا، فلذلك راح تستفادون من هذا الفيديو. وطبعا حطوا لايكات وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس وخلونا نبلش بهذا الفيديو وليتس جو. طبعا يا أصدقائي هنا اكو 3 ألعاب مهمات ويب يا أصدقائي، فكلها راح تعرفون بهذا الفيديو وراح تعرفون هاي بالدرجة الأولى والثانية والثالثة. فأوكي يا أصدقائي، طبعا يا أصدقائي انشروا الفيديو في كل مكان للاعبين بي كي زي حتى يعرفون كيف يجمعون نقاط هواي لفريقهم. طبعا يا أصدقائي حاليا فريق الأزرق متقدم بدرجتين تقريبا وشوي على الفريق الأحمر. فشوفوا يا أصدقائي، شوفوا الأحمر والازرق. فاتمنى انه صدق راح نفوز، لانه بذيك السنه كان الازرق هم اللي تقدم، بعدين في اخير التحديث اتقدم علينا الاحمر، ما تعرف ليش، ما تعرف شكو. فا اوكي، فانا حاليا راح اقول لكم الالعاب المهمه يا اصدقائي اللي تساعدنا حتى نقدر انه نجمع نقاط. فبالدرجه الاولى يا اصدقائي هي لعبه التزلج. اكيد هاي اللعبة يا أصدقائي لما تلعبوها ايش قد هي بسيطة وسهلة، بس هي تجيب هواي نقاط حسب ما يقولون في كيكسي. فيبا يا أصدقائي، فهي هاي لعبة التزلج هي اللعبة في الدرجة الأولى. طبعا أنا سألت دريد بوي وقال لي هذا الألعاب ويب، فخلونا نلعبها يا أصدقائي. طبعا خل أسرع شوية شخصيتي لأنه إذا طولت وظليت ألعب هاي راح يصير الفيديو طويل. أوكي، فسرعت شخصيتي ما يحتاج البس بدلة وهاي، بس إذا حابين تفوزون بسرعة ومالكم خلق تظلون تلعبون هيجي، فجبت لكم يا أصدقائي أحسن خدعة وأفضل سرعة حتى أنو تكونون سريعين في لعبة التزلج تبع في كيكسي. الفيديو راح يكون يا أصدقائي مثبت بأول تعليق، راح تعرفون كيف تفوزون 9 ثواني، متخيلين؟ ياب 9 ثواني وتحت يا أصدقائي. فلذلك يا أصدقائي الفيديو كلش راح يفيدكم، فأنصحكم أنو تشوفوه وتنشروه. أوكي، فيابي يا أصدقائي هسه أنا حاليا مستخدم السرعة حتى أسرع شوي أكثر. فيابي يا أصدقائي خبروني هو أكثر رقم قياسي أنتو جبتوه باللعبة. أنا جبت 9 ثواني، 9 ثواني بس، فودي أحاول إني أجمع نقاط أكثر. طيب يا أصدقائي، ففزنا بأول لعبة ويانا اللي هي في الدرجة الأولى اللي تعطي نقاط للفريق. أوكي، طيب يا أصدقائي طبعا انتم مو من اول مرة تشوفوها زادت، او ماي جاد، لا طبعا اكيد، فيعني يحتاج لها وقت لما تزود. ويب يا أصدقائي، فهسه يا أصدقائي عرفنا هي اول لعبة في المرتبة الاولى اللي تجيب نقاط. اوكي، هسه يا أصدقائي حطوا لايكاتكم اكيد واشتركوا. خل نشوف حمام طيب شي هنا. اوكي، صندوق، خل نشوف شو راح نحصل بهذا الصندوق. اوكي نفتحه. اوكي، بهذي اللي تخلينا ننطق او تقفزنا تقمزنا اي شيء. اوكي، فاللعبة في المرتبة الثانية يا اصدقائي هي لعبة فريزنج فان 100%. فهي يا اصدقائي في المرتبة الثانية، وبالمرتبة الاولى نفس ما قلت لكم هي لعبة التزلج، فلازم ان نلعبها هم هاي بس بالمرتبة الاولى، يعني لازم تلعبوها هواي. هي لعبة التزلج 100%، هي اكثر وحدة تجيب نقاط، تمام؟ فخلينا حاليا نلعبها يا اصدقائي بنفس الوقت نلعب ونجمع. لحظة، كون نفتح العالم الخاص، نسيت انا بعالم خاص طبعا. اوكي يلا هسه نلعب. اوكي طبعا اذا انا اقدر العب بدون عالم خاص، بس اتوقع انه اعود العب وحدي، يمكن نفس فكرة الكريزي ران، فانا اريد العب ويا ناس نجمع. اوكي يا اصدقائي، فخلي هسه انا طبعا راح ادخل اللعبة وارجع لكم لان شكل سال. اوه والله ما يحتاج اصلا فتحته، تمام. انا فريق الشمس طبعا، حلو اللون كلش حلو، فاستخدمت اكيد هذا المسدس وننتظر لما يفتح المكان. شو ولا واحد وياي، شكله قليل داخلين على اللعبة، لو بس انا اتخيله، بس لو انا بس. او ماي جاد، طبعا يا اصدقائي اليوم عود حاولت افتح اونلاين نلعب وهاي، تدرون ايش صار؟ اللعبة ما تدخلني، متخيلين؟ وانا كنت قبل لا افكر اني افتح اونلاين لهذا اليوم، كنت عادي العب وطبيعي واصور هاي، وانا تفتح اونلاين
ما يفتح يا أصدقاء، اللعبة ما تفتح فيها، سوري مرة. إن شاء الله بحاول باكر وبلكت إني ألعب وياكم هاي. يمكن فد ألعب وياكم نص ساعة شيء، ويابا يا أصدقاء ونشوف إن شاء الله. أوه ماي جاد، أنا جامعة نقاط قليلة هاي، ليش؟ حرامات، أتوقع لأن أنا وحدي، ممكن أكفى شخص ثاني ويا الأخضر. المهم يعني إنه لعبوها ويا أصدقائكم هاي حتى نتجمعون بأسرع وقت. أوكي نحاول نحاول، ترى هذه البنت سريعة. لا والله مو سريعة. أوكي راح يطلع الروبوت، معقولة هي واحدة ويجي جمع النقاط، ترى زين. أوكي فظهرنا الروبوت يا أصدقاء، ونحاول هسه إنه نجمع نقاط. أوكي أوكي أضرب أضرب، بلكت يا أصدقاء يفوز عليها، بس ما أتوقع. شو جمعت 800 نقطة؟ شو سرعة جمع بسرعة، كيف؟ Oh my god، والله شكلها البنت محترفة. اوكي خليس، وين نروح وين نروح؟ خلينا ناخذ هذه. اوكي اخذته. اوكي اوكي وين اكو بعد؟ اوكي هنا انا ما وات دا يروحون من كيف؟ مش هذا طبعا. البنت سريعه حيل في تجميع النقاط، شكلها قويه، فخلينا ناخذ يا اصدقاء السهاية. وطبعا انا قربت عليها، بس هي مش باعوا كيف، باعوا كيف السرعة تجيب النقاط؟ ترى مو بهاي السهولة الواحد يجمع نقطة، كيف هذا المكان حلو؟ شوف ايش قد بيه، خلينا نحاول خلص الوقت. ماي جاد، فيابا يا اصدقاء هي هاي اللعبة اللي تخليكم يا اصدقاء تجمعون نقاط، هاي المرتبة الثانية. فناخذ الكوينزات تبعنا. اوكي فهي هاي اللعبة اللي بالمرتبة الثانية اللي ممكن تساعدكم حتى انه تجمعون نقاط لفريقكم. تمام تمام، خلينا نشوف صار فرق. اكيد لا، استونا بلشنا اصلا نلعب. ويلا وهسه يا اصدقاء اللعبة في المرتبة الثالثة اللي ممكن هم تساعدكم وتجيبون نقاط لفريقكم، اللي هي اصدقائي اكيد 100% لعبة كريزي ران. اوكي اصدقائي فلازم هم نلعب لعبة كريزي ران حتى نجمع لفريقنا نقاط كثيرة، فخلونا احنا نلعبها. طبعا اكيد لازم استخدم لي فد بدلة، سرعني. فوين هذه البدلة تبع نيندا؟ نيندا هاي هاي. اوكي نوخر هذا اللي في الراس ونحفظها. اوكي اوكي فلا تنسوا طبعا الفيديو المثبت او التعليق كيف انه تفوزون في لعبة التزلج باسرع وقت ممكن، فمو تنسوا تشوفوه. اوكي انا راح ادخل على اللعبة ونلعب كريزي ران يا اصدقائي. قليلين دا يدخلون. اوكي فخلي نكثر من انه نلعب هذا اللعبة يا اصدقائي، كثر كثروا ونشروا الفيديو ايضا حتى انه لاعبين بي كي اكس يعرفون وش هي الالعاب وهاي. يب فخلي هسه نحاول اني افوز بسرعة ونكون المرتبة الاولى. تركيز، القفزة عالية. او ماي جاد، واو حلو حلو حلو، راح نفوز بس نفتحها. اوكي فزت فزت يا اصدقائي، حصلت 3 نجوم. طبعا كوينزات قليلة لأنه فتحت كل الصناديق، فيعني عادي هالشي. أوه أنا المرتبة الأولى، نايس نايس حلو. فيابا أصدقائي وهسا عرفنا وش هي الألعاب الثلاث اللي ممكن تساعدنا في تجميع النقاط يا أصدقائي بسرعة. أصدقائي كثروا منهن هذني يا أصدقائي حتى يفوز الفريق اللي أنتوا فيه، وأنا ححاول إني أكثر منها على مود يا أصدقائي إنه بكت هالسنة إنه يفوز الأزرق، لأن ذيك السنة فاز الأحمر. هسه يا اصدقائي اريدكم تحطون هون لايكات، تشتركوا في القناة، تفعلون الجرس، وبس باي باي يا اصدقائي، واحبكم واشوفكم بالفيديو الجاي.